دي كانت الرؤية النقدية والصحفية للأستاذ محمود صبري. الرؤية الرياضية من رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الكابتن محسن صالح مع الزميلة روزان نصر. نطلع نشوفهم ونرجع للأستاذ نبيل والأستاذ عصام. برحب بيك استاذ ابراهيم المنيسي وبرحب كمان بكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. مكملين طبعا لقاءتنا اليوم. حدث كبير جدا معايا في هذه اللحظات كابتن محسن صالح نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. طبعا برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه الاهلي. كلمنا عن بقى طبعا يعني تنظيم لليوم النهارده. يعني اتكلم على الحدث عموما يعني لانه حدث جديد على الوسط الرياضي المصري تقريبا. مفهوم نجاح الإدارة لابد أنه هو يتغير عندنا شوية، لأنه إدارة أي نادي هي مش كورة، هي عدة أنشطة، منها كورة، منها طايرة، منها سلة، منها بينج بونج، منها جمباج، منها كل الألعاب. أضيف إلى ده كمان أنه الإنشاءات اللي بتتم عشان خاطر خدمة الأعضاء. احنا بنشوف النادي الأهلي بيعمل إنجازات كبيرة جدا، كل كام شهر بنسمع عن فرع جديد تم إنشاؤه في التجمع، فرع جديد في مدينة نصر. يعني كل دي يعني نجاحات تسجل لمجلس إدارة النادي الأهلي وفي بتصب في مصلحة الأعضاء اللي هم الأهلوية في كل مكان. وبالتالي فأعتقد أنه لابد من كلمة شكر لمجلس الإدارة على كل هذه الجهود وعلى كل هذه النجاحات. الموضوع مش سهل، بيحتاج إلى تخطيط، بيحتاج إلى تمويل، بيحتاج إلى ناس فاهمة بتتابع الأمور دي كلها. الشراكة اللي موجودة دلوقتي اللي احنا بنفتحها حاجة جديدة في الوسط الرياضي المصري، بتدر أموال عالية بالنسبة لمداخيل النادي، بتساعده على أنه يصرف على كل هذه المتطلبات. وبالتالي يعني أنا سعيد بهذه النجاحات وبشكر مجلس الإدارة على هذه الجهود، بشكر الجمعية العمومية اللي جابت لنا مجلس الإدارة الناجح ده، وإن شاء الله نشاهد في المرحلة القادمة إنجازات أكبر بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك طبعا كابتن محسن، يعني احنا مبسوطين جدا ان حضرتك معانا على شاشه قناه الاهلي. شكرا، بشكر حضرتك. ده كان لقائنا يعني مع كابتن محسن صالح، يعني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. يعني مكملين طبعا لقاءاتنا. بشكرك جدا كابتن ابراهيم وعوده ليك مره ثانيه للاستوديو. شكرا روزان وشكرا للكابتن محسن صالح.